أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج ما وراء الأخبار. النهاردة هنتكلم على الأحداث الأخيرة اللي حصلت في ثورة الغضب في يومها الثامن. معنا جيجي ومقدمة البرنامج. جيجي، بنرحب بكم معنا في برنامج جديد. جيجي، آخر تطورات الموقف بالنسبة ليك كمصرية وكقبطية؟ في الحقيقة كمصرية بالدرجة الأولى، مواطنة مصرية وعاشت في مصر وبتحب مصر جدا، وكقبطية مصرية قبطية مسيحية بالدرجة الثانية، أحب يعني بادئ زي بدء أشيد بموقف المتظاهرين وموقف شباب مصر وموقف الناس. الحقيقة ملحمة شعبية رائعة جدا بتبين أصالة الشعب المصري وبتبين تاريخ الشعب المصري الجميل الرائع. بدون الدخول في تفاصيل، لكن العالم كله يعرف ماذا فعلوا الشعب المصري في الأيام أو في الأونة الأخيرة. الشعب المصري عانى الكثير. فيك تحدد انت هتكلم عن الشعب المصري ككل ولا عن الاقباط؟ الحقيقة هي احنا يعني مش عايزة افصل ما بين الاقباط وبين الشعب المصري. الشعب القبطي هو جزء نسيج من الـ من الـ من الـ من من الوطن، هو نسيج من مصر. يعني معلش انا اقطعك شوية، بس في الاحداث الاخيرة بتاعت القديسين احنا تعبنا قوي من الكلمة دي. احنا نسيج واحد، واحنا واحدة واحدة، واحنا شعب واحد، وبعد كده تقتلنا في الشارع ونتشتم في الشوارع وبيتشتم الرمز بتاعنا في الشوارع. فدلوقتي انا شايفة في ملحمة حلوة فعلا، لكن ايه رأيك دلوقتي اختلفت الصورة؟ انا شايفة في صورة مختلفة دلوقتي. في الحقيقة انا عندي علامة استفهام كبيرة على ما حدث في كنيسة القديسين وعلى ما حدث في أيام نجا حمادي. عندي علامة استفهام كبيرة، وعلامة الاستفهام بتيجي أو بيظهرها النهاردة ما يحدث في الشارع. أنا عندي سؤال النهاردة، وبقدم هذا السؤال لحسني مبارك بالدرجة الأولى ولقادة الشعب أيا كانوا بالدرجة الثانية. لماذا لم يتم الاعتداء على أي مسيحي في الشارع لمدة 8 أيام منذ بدء تظاهرة أو منذ بدء ثورة الغضب حتى الآن؟ لماذا لم يتم الاعتداء على كنيسة واحدة في الشارع المصري من أقصاه إلى أقصاه في هذه الفترة؟ لماذا؟ أنا عندي سؤال، أوجه السؤال هذا بالدرجة الأولى للسيد الرئيس محمد حسني مبارك. هو سؤال وجيه، وكنا عارفين أنه في أمن شديد على الكنائس في وقت الأعياد، وده كان أمر يعني أنه يكون في أمن وأمن مضاعف في الأعياد على تهديدات القاعدة اللي جت للكنائس بالذات بالتحديد في مصر. وما شفناش أمني واحد يعني من رجال الأمن توفوا أو استشهدوا في كنيسة القديسين. يعني سؤالك في محله، وأنا معك في الاستفسار ده، ليه مع الانفلات الأمني دلوقتي ما نشوفش حاجة زي كده، مع أنه كان في أمن مشدد في هذيك الأيام، ولا إيه؟ أنا عندي يمكن بعض التصورات على هذا الموضوع، أنه بالرغم من وجود الأمن وبالرغم من تشديد الحرس على الكنائس لدرجة أن أي حد بيدخل الكنيسة بيطلب منه بطاقته وبيطلب منه اسمه وبيطلب منه حاجات كتير، وبالرغم من كده كنا بنلاقي تهديدات وكنا بنلاقي الكنائس بتتفجر وكنا بنلاقي حركة كره رهيبة جدا في الشارع. لمصلحة مين؟ أنا نفسي أسأل بالدرجة الأولى السيد محمد حسني مبارك وزير الداخلية بالأخص، لمصلحة مين بتم كل هذا؟ لمصلحة مين؟ هل لمصلحة الأمن بالدرجة الأولى؟ هل قام الأمن بتفجير الكنائس؟ أنا أتهم الأمن بالدرجة الأولى بإقامة تفجير الكنائس وليس المسلمين الموجودين في هذه البلاد. هي أصابع اتهام أشيرت للعدلي في تخطيطاته الأخيرة، إن هو أصاب بيصير أو فتنة في البلاد من أجل تثبيت النظام المصري أو لحماية النظام المصري من الزوال بإقامة هذه البلبلات في البلد. يعني إيه رأيك في الموضوع ده؟ أنا بتفق مع حضرتك 100% في 100%، بدليل شيء، بدليل انه مين اللي خرج الناس من السجون، مين اللي خرج المجرمين من السجون واطلقهم في الشارع لكي ما يتعرضوا للمتظاهرين؟ نعم. ده سؤال. مين اللي لبس الناس بدل الشرطه
وخلاهم يطلقوا النار على الناس. مين اللي ضرب الناس بالأسلحة بالأسلحة المطاطية؟ مين اللي موت الناس في الشارع؟ أليس هو الأمن؟ أنا معك في دي. نرجع لمطالب الشعب ككل. لو حددنا مطالب الشعب ككل وجينا خصصنا مطالب للأقباط، تحب نبدأ في مطالب الأقباط أو تحب نبدأ في مطالب الشعب؟ في الحقيقة مطالب الشعب أعلنت، اللي هو تحسين المعيشة منذ ثورة الغضب، تحسين الدخل بالزبط. الفردي، المعيشة، الأمن، سلامة المواطن. إيه رأيك في الطوارئ؟ قانون الطوارئ ده؟ قانون الطوارئ ده الحقيقة قانون مضحك جدا، لأنه قانون الطوارئ تم العمل به بعد وفاة الرئيس السابق، واستمر العمل به حتى الآن لكي ما يرهب أو لكي ما ترهب الداخلية الشارع المصري. تفتكري إحنا في هذا القرن، قرن الزمن، قرن الإنترنت والمعلوماتية المعرفة اللي بتزداد كل يوم كل ثانية، هل ينفع يكون في قانون طوارئ يمشي الناس في العالم؟ في الحقيقة شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. نجد إنه مصر من أكبر دول، يعني على رأس الدول، على رأس الدول النهاردة. مصر ما حدش يقدر ينكر قيمة مصر على الساحة السياسية والساحة الاجتماعية، ما حدش يقدر ينكر قيمة مصر. ومع هذا حكام مصر بينكروا حق المصريين في إنهم يعيشوا حياة كريمة. حقيقة أنا بتساءل إزاي أنا أمشي في الشارع ومعايا بطاقة، يعني هي دي النقطة اللي يمكن تصير تحفظات بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي يعني. فإيه رأيك في الحتة دي، إنه الناس ماشية بطاقات تميزهم عن بعض، ده مسلم ده مسيحي، هل ينفع في هذا القرن اللي احنا عايشين فيه؟ حضرتك هقول لك حاجة، مين المستفيد من ده؟ من المستفيد؟ طبعا مش المواطن العادي. بالتأكيد مش المواطن العادي هو المستفيد. المستفيد بالدرجة الأولى نمرة واحد السيد رئيس الجمهورية، نمرة اتنين الأمن السيد حبيب العدي مستفيد بالدرجة الثانية. هما الاثنين مستفيدين 100% من 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 إشاعة الرعب والذعر بين الناس. اولا إشاعة الرعب بوجود شيء فظيع في الشارع المصري اسمه الإخوان المسلمين، إشاعة الرعب في الشارع باسمه مسلم ومسيحي، تفجير الكنائس، حسبوا المسلمين هيفجروا الكنائس، وضع بذرة أو فتيلة الحرب الطائفية المستمرة في المنطقة. انتشرت على فكرة مش في مصر بس، ولكن انتشرت في كل الدول العربية الأخرى. خليني أوقفك شوية بالنسبة للإخوان المسلمين وأقول لك أنه دكتور محمد عمارة أطلق كتاب اسمه فتنة التكفير، وطلب في هذا الكتاب قتل الأقباط. دكتور سليم العوة طلع على الجزيرة وقام بفتنة طائفية ضد المسيحيين. هؤلاء الناس منظمين، مش منظمين. إسرائيل تخاف منهم، أمريكا تخاف منهم، إحنا كشعوب مسيحية عايشين في مصر أو غير مصر نخاف منهم. فطمنيني علشان ما أخافش من هذه البؤرة الإرهابية، اللي أقدر أقول إرهابية لأنه الفكر بتاعها يكفر الآخر، أي فكر يكفر الآخر أنا بالنسبة لي أسميه إرهابي. فأنت إيه الضمان عندك علشان تطمنيني أن الإخوان المسلمين، ما أنا ما عنديش مشكلة بمعنى الإخوان المسلمين إذا كان فكرهم فكر حضاري متقدم يقبل الآخر ويعيش مع الآخر بسلام وأمان، إيه رأيك؟ هقول لحضرتك حاجة، فكر تكفير الآخر ده فكر إسلامي، ما نقدرش ننكره، ما نقدرش ننكر ان الاسلام بيكفر. الدين عند الله الاسلام، ده الفكر الاسلامي، انا الدين عند الله الاسلام. معروف للدكتور سليم العوة، معروف اتجاهاته، ومعروف ان هو متطرف الى حد كبير، معروف عنه ان هو انسان متطرف الى حد كبير. لكن اللي انا عايز اقوله النهارده، فين موقف الكنيسة؟ خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، ما أقدرش أنظر إلى أشخاص بعينها وأترك الأشخاص الآخرين. قبل ما نيجي للكنيسة، الدولة لم تقم بواجبها اتجاه هؤلاء الأشخاص، ودي كانت سقطة من سقطات النظام اللي يدفع ثمن
النهاردة يدفع الثمن هذا النظام لأنه لم يقاوم هؤلاء الأشخاص اللي هم افتعلوا فتن في البلد وأرادوا قتل الأقباط. إيه رأيك في ده؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، بالعكس أنا يعني أبدا بتفق مع حضرتك 100%، لكن أنا بقول إن الدولة ذهبت إلى أبعد من ذلك، أعطت هؤلاء الناس حق أكبر من قدرهم، أعطت هؤلاء الناس إن هم يبقوا الشيء اللي بيخوف الباقيين. لا، ده أنا حاطت هو قدامكم مثال وإكزامبل ليكم تخافوا منه، لازم تخافوا منه. الدولة مش بس تقاعصت عن عملها، ولكنها غزت هذا الفكر الإسلامي لكي ما تخلق فتنة طائفية بين المسيحي وبين المسلم. باستغلال ايه؟ باستغلال ايات قرانيه، باستغلال احاديث، باستغلال الفكر الوهابي اللي اتى الينا من المملكه العربيه السعوديه، باستغلال كل هذه، استغلت كل هذه علشان ايه؟ علشان تحط ايديها على الحكم، ويبقى انا مشغول بان انا اقتل جاري، انا مشغول بان انا اخاف من جاري، وبالتالي انا لا انتبه الى ما يفعله الحكم من سرقات ومن انتهاك للاعراض ومن انتهاك للشارع ومن تطبيق قانون الطوارئ ومن كل هذه الاشياء. انتبهوا، خليكم انتم ما بين اكل العيش انك مش لاقي تاكل، وفي نفس الوقت انت بدل ما بعد ما تروح بيتك انت خايف من جارك لحسن يقتلك، وجارك خايف منك لحسن ايه، وهكذا بتغذية الفكر الاسلامي. الفكر الاسلامي موجود، ولكن طول عمرنا احنا عايشين مسلم مع مسيحي عايشين مع بعض. اشمعنا في هذه الايام بالذات، واشمعنا طول عمر الفكر السلفي موجود والفكر الوهابي موجود، لكن لماذا في هذه الايام بالذات وفي عصر محمد حسني مبارك وفي عصر البابا شنودة يتم هذا بالذات؟ انا اريد ان اجابه اولا من حبيب العدل، من الرئيس حسني مبارك، ومن البابا شنودة على هذه التساؤلات. القرار اللي اتخذه البابا شنودة في مقولته ان هو يقف مع نظام مبارك وقال بالحرف انه نحن والشعب معك، او نحن والشعب معه، انا شايفة انه الاقباط دلوقتي قاموا في المظاهرات وقالوا كلمتهم مع الاضطهاد الكتير اللي عانوا منه الاقباط من السياسات الدولة زي ما حضرتك كنت بتكلمي. وانا عايز اشير تاني الى انه نجا حمادي كانت برضو بايادي الدولة نفسها، ونرجع تاني للكموني وعلاقته بالغول، والغول علاقته ببعض فئات من مجلس الشعب اللي هو كان قال في مرة من المرات انه لو انا اتمسكت هاجيب اللي ورايا كلهم. فالعملية فيها ما لا يقال اليوم معدنا.